قصة كافة الإرهاب، وإن هو مفهوم يعبر عن الخوف، هو مفهوم أو مظهر من مظاهر العنف اللي بيمارسه الإنسان في المجتمع. وبداية مش هنقول الإرهاب، يعني الإرهاب في مصر مرتبط بالتطرف الديني بصفة عامة. الإرهاب في مصر مرتبط بالتطرف الديني. التطرف الديني أو الفكر الديني المتطرف بدأ بدايته من ترديد أحد اليهود اللي هم كانوا أشهروا إسلامهم أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال إن علي أحق بالولاية. وسيدنا أبي بكر رغم إن هو كان من الناس الطيبة، وقف قال في خطبة قال فلان كذا لو قالها لأدقن عنقه وعنق علي، علشان يقطع الفتنة. وجود أي انشقاق في المجتمع المسلم بيؤدي لتفكك المجتمع المسلم، وده نهى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها حديث انقسمت اليهود إلى 71 شعبة، وانقسمت النصارى إلى 72 شعبة، وانقسمت أمتي إلى 73 شعبة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من تمسك بكتاب الله وسنته أو ما كنت عليه وأصحابه. وفي حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام رواه مسلم والبخاري وأبي داود عن أبي إدريس الخولاني، يقول ده مش ضابط شرطة، ده واحد شيخ جاي يقول، بس النقط دي مهمة جدا، لأن هي دي اللي تمنع تفكك المجتمع المسلم، وتمنع بالتالي الفكر المتطرف، لأن نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كنت عليه وأصحابي، وربنا عز وجل قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلو تبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن، أو القرآن أولا ثم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ده هيمنعنا تماما من التفكك. وعشان كده أنا بلجأ للأحاديث، لأن هي دي الحاجة اللي بتمس الوازع الديني اللي موجود في كل المصريين، وده أهم حاجة. مهما كان المصري تصرف هذا التصرف يخرج عن نطاق الحياة العادية، أو التصرف اللائق، إلا أنه الوازع الديني موجود داخله. روى مسلم والبخاري وأبي داود عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلحق بي، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم، هناك خير وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قال وهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاء على أبواب جهنم، دعاء عن المسلمين على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ليسمع كلامهم يرموه في النار. قال صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة وماذا أصنع إن أدركت ذلك؟ لو وصلت العهد ده أعمل إيه؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الواضح أن كل الجماعات الموجودة دلوقتي بتقول إحنا الصح، والإمام بتاعنا فلان أو الأمير بتاعنا فلان أو غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام رد في الحديث، حذيفة رضي الله عنه أرضاه بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني تعددت الفرق والأئمة. أنا عرفت المعنى منين؟ عرفت من المعنى من إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإجابة من نسيج السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاعتزل الفرق كلها، فاعتزل الفرق كلها، يعني حذيفة بيسأل على فرق وأئمة هيتولوا، والزم بيتك وإلا فموت عن تعاض في أصل شجرة، وأصل شجرة في الحديث اللي هي الكتاب والسنة. شبه رسول الله عليه السلام الإسلام بشجرة أصلها الكتاب والسنة، والفرق اللي بتطلع دي دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي رواية مسلم تكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، سيقوم فيهم رجال يتولى أمرهم رجال هو الخليفة أو الحاكم أو الإقامة على شيء، تولى أمر شيء، زي الرجال قوامون على النساء لما فضل بعضهم على بعض. سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس، ما فيش أوحش من كده. فحذيفة بيقول له رضي الله عنه وأرضاه وماذا أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟
قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي رواية أبي داود إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وإلا فمت عن تعاض في أصل شجرة. قال ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره حتى وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره حتى أجره. قال ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يمنع تماما قيام أي جماعة، وأن الجماعة المسلمة هي الموجودة حاليا هي الجماعة التي تتبع. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يجب طاعة الحاكم، قال ما أقام فيكم الصلاة، ما أقام فيكم الصلاة. ما يظهر من جماعات موجودة نشأت بفعل الدول الغربية التي لا تريد لمصر أو الدول العربية القيام، فبتنشر الفكر المتطرف من خلال دعوة ناس عندها وتمويلها بالمال. وظهر هذا جليا في عمر عبد الرحمن، لما عمر عبد الرحمن سئل سنة 89 لما راح أمريكا، وعلى فكرة هو دخل أمريكا، الكلام ده نشر للأسف في كل الجرائد بس الناس ما بتعملها، ما عندهاش فيدباك أو ما بتفتكرش. القضية الأمريكية السمراء اللي كانت بتحاكم، قالت دخل أمريكا بتأشيرة من 4 من CIA. ولما سئل وكان بيجيبوه في التلفزيون وهو واحد بيصرح له ده انه كده، قال استخدمت اموال الكفار اللي هي اموال امريكا يعني لقتال الكفار اللي هم قتال حكومة افغانستان والاتحاد السوفيتي في افغانستان، اي انك لجأت لاموال الكفار لقتال الكفار. هل هذا منطق ديني؟ هذا ليس منطق ديني طبقا لما ورد بكل الكتب السماوية منها طبعا نحن بنعتمد عليه الاساسي اللي هو القرآن الكريم، صح؟ بيستغلوا الجهل الديني، وده مش عيب، انا جاهل بالهندسة ما ظبط شرطي فجاهل بالهندسة، الجهل الديني اللي موجود لدى الكثير من الشباب، ويستغلوا الوازع الديني اللي موجود في كل المصريين. هذا الاستغلال بيبقى مادة خام لكيفية تشكيل الشخصية الدينية المتطرفة. تشكيل الشخصية الدينية المتطرفة بيبدأ ازاي؟ بيجيب الشاب اللي هو كان بيشرب سجاير، بيقف على المصية، بيعكس بنات، مش عارف ايه، تعالى نقعد نصلي ركعتين كده ربنا نجاك، يبتدي يقعد معاه مقراءة احكام تجويد، بعد احكام التجويد والمقراءة يعمل له ورد ومحاسبة. ورد ومحاسبة بالمناسبة اقول لكم يعني صلى صلاة الفجر في جماعة ولا لا، صلى صلاة الظهر في جماعة ولا لا، صلى صلاة العصر في جماعة، زار مريض ولا ما زارش مريض، عمل صدقات ولا ما عملش صدقات خلال اليوم، وبيعملوا كده ورد ومحاسبه يومي، بيتسلموا كل اسبوع للمسؤول بتاعه علشان يشوفوا نفذ هذه التعليمات ولا لا. وللاسف كله بيعمل صح 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 بالكذب، لان انا ناقشت ناس كتير جدا قالوا كنا بنعمله خوفا من التعذير، كانوا بيعذروا، كان التعذير عباره عن ايه؟ انه يحفظ صوره، صورة في القرآن، خايف انه ما يحفظش صورة من القرآن يكذب على ربنا ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. يعني انت بتزرع في الشاب الديني اللي انت بتنميه الكذب في اول موضوع، بتيجي بعد كده يطلع يلاقي واحد بيبوس واحدة في الشارع ولا ماسك ايديها ولا بشوخته ولا كده يضربه، تغيير منكر بيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يكن فبلسانه، فإن لم يكن فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يجي الحكومة تمسكه علشان ضرب، يقول له شفت عشان تغيرت منكر الحكومة منعك من تغيير المنكر، كلام مش صح، لأن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح، ولكن بالنسبة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بيده، عشان الإعراب يعني، ده مقصود به كل في حدود ولايته. يعني ايه كل في حدود ولايته؟ ما ينفعش انا اشوف ابن جاري بيبوس واحده تحت بير السلم واقوم ضربه، يجي جاري يتخانق معايا، والرسول عليه الصلاه والسلام مص على 7 جار، وظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني، والجار والقران قال الجار والجار بالجنب، ما ينفعش اضربه، اقول لابوه لان هو حدود ولايته. انا ما ينفعش انا قاعد في فصل واحد يجي يقول واحد يتكلم في الفصل، مدرس تاني داخل ايه يسكت، لان حدود ولايتي هذا الفصل، اذا سكت عليه
انا ربنا هيسالني عليه، هيسالني عليه ليه؟ لانكم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي. الدين عندنا كامل وواضح ومقسم كل واحد حدوده، حتى في تطبيق الفروض، حتى في تطبيق الفروض. يعني هل هسالكم سؤال صغير كده، هل في فرض بيتعارض مع تطبيق فرض؟ حد يرد عليه؟ هل في فرض بيتعارض مع تطبيق سنه؟ لا بيتعارض، شرعا بيتعارض. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، اسقط طاعه الوالدين عندما تعارضت مع طاعه الله. وجرير العابد كان يؤدي نافله، عندما نادت عليه امه ولم يرد دعت عليه الا ان يمر على الزانيه، تمسك بالنافله وترك الفرض فعوقب. يبقى الاساس تطبيق الفرض والفرض الاعلى، هناك فرض يطبق اذا تعارض مع فرض ادنى، الفرض الثاني الفرض الاعلى هو اللي بيطبق، وده بصحيح القران. انا ما بجيبش، انا مش شيخ ولا غيره، بس ده بصحيح القران. طبعا الكلام ده نرجع له لحاجه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي طاعه ولي الامر. يقول لك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ده الكلام ده مهم جدا، لان الشاب من دول بيندرج تحت الجماعة وما يقولش لابوهم، وطاعة الوالدين أولى. يجي يطلق اللحية، يا ابن الحسن من الدولة تقبض عليك، يقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا، تقول لها والله اللحية سنة مؤكدة ولكن طاعتك واجبة، فهي تأثم لأنها تركته سبته يترك سنة وهو يثاب لأنه طاعة والديك. إنما مش يقول لها لا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعذب على طول. يعذب ليه؟ لأنه أسقط طاعة الوالدين لتطبيق سنة. والدليل الشرعي على كده الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر الرماة في غزوة أحد بأن هم ما يسيبوش الغزو وياخدوا الغنائم. الغنيمة مذكورة في القرآن، وما غنمتم من شيء فخمسوه إلى الله ورسوله. ولكن عندما خالفوا طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ الكل بالجزء، وهزم المسلمين في غزوة أحد، علشان جزء خالف طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حلال، مش خالفه في حرام. صح ولا غلط؟ بياخدوا الشاب من دول يفصلوه عن أسرته ويفصلوه عن حياته. الشرطة تيجي تقبض عليه عشان ارتكب جريمة فعلية بالتعدي على حد، لأنه مثلا مارس الرذيلة مع واحدة ولا ليس له الدخول في إذا مارس الرذيلة مع واحد، لأن لازم أربع شهود عدول ويرى قلم دخله دوات المحبار. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أربعة راحوا قالوا له شفنا فلان يزني بفلانة، ثلاثة قالوا شفنا قلم دخل دوات المحبار، الرابع قال لا أقام حد قصف محصن عليه. وإحنا أسهل حاجة نقول ده فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، وده يدخل في القصف والمحارم. ولا غلط؟ المهم يعني لابد من معرفة المسببات التي تؤدي للتطرف حتى نمنع هذا التطرف. طب كيف نستغل هذه المسببات لمنع التطرف؟ ده اللي هو الخطاب الديني اللي احنا بننادي بيه. يعني ايه الخطاب الديني اللي احنا بننادي بيه؟ يعني المفروض المنشآت الدينية أو المؤسسات الدينية اللي موجودة في الدولة تقوم بدورها، مش في ندوة زي ما احنا قاعدين. أنا آسف طبعا أنتوا كلكم على دماغي من فوق، طبعا ما أقدرش أقول أي حاجة، إنما المفروض الكلام ده للناس البسطاء، لأن اللي بينضم للكلام ده الناس البسطاء مش الناس المثقفين اللي زينا. البسطاء لازم يوصل لهم الكلام ده ويوصل لهم من مصادر صحيحة ويتناولوا الموضوع بشفافية وصحة ودقة حتى نصل للصح. يعني مثلا احد الحاجات اللي جت على ذهني دلوقتي، ازاي بيقول لك اصل مصر ما بتطبقش الزكاه، والزكاه احد الفروض الخمسه التي بني عليها الاسلام، وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حارب مانع الزكاه. مصر تطبق الزكاه كامله متكامله كحكومه ازاي؟ هتقولوا ضرائب؟ لا، زكاة. الدولة أنشأت وزارة اسمها التضامن الاجتماعي أو وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. الدولة دي الوزارة دي أنشأت بنك النصر الاجتماعي. بنك النصر الاجتماعي ده عامل لجان زكاة في كل زاوية وكل مسجد على مستوى الجمهورية. معنى كده أن الدولة تعترف ب
بالزكاة، واتخذت الوسائل الكفيلة لجبايتها، وشكلت لجان، وأعطت هذه اللجان لجباية لجمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين كل اللي تظن 9 رقعة الدولة وزيادة عدد الموجودين فيها، وشكلت اللجان، واللجان اللي بيشكلها الأهالي عشان يلموا ويوزعوا، والناس قصرت. يبقى التقصير من ليس من الدولة، ولكن التقصير من اللي قصر، من اللي قصر، اللي هو اللي موجود في لجنة الزكاة وما لمش يوزع الغلاب، ولا كلامي غلط؟ المهم عدم بيحاسبهم. انا لا، انا بتكلم على نقطه اللي قصر، مش بنك ناصر. لجان الزكاه اللي هي ايه يعني؟ مثلا في لجان الزكاه، انا على فكره انا مش بهاجم لجان الزكاه، انا بهاجم فكره ان الناس بتقول ان مفيش دوله ما بتقررش الزكاه، باعتبار ان الزكاه فرض من فروض الخمسه. لا جماعات، لا 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 لا، مش يا ريس يا سعد، يعني معلش حضرتك، نحاول ايه يعني حضرتك اوضحها من الناحيه الدينيه. لا ما هي دي، ما لا احنا عايزين بس ندخل في المفهوم الديني، المفهوم مفهوم مكافحه الارهاب بالصفه عامه. ماشي، اهداف ان احنا اهداف الحرب على الارهاب، لازم نقطع الملاذ الامن للارهابيين للحيلوله دون انشاء معسكرات، وقطع التدفق المالي ليهم، وبصفه عامه ايجاد او توثيق قوانين تسمح بالقبض على المشتبه فيهم ومناقشتهم، يعني بصفه عامه اتخاذ الاجراءات دي من خلال جمع المعلومات عن طريق الاستخبارات والتنصت والمراقبة والتفتيش، وتحسين مستوى أداء أجهزة الاستخبارات في ظل الضربات اللي هي ضربت فيها الشرطة بعد في عقاب 25 يناير، والحمد لله الشرطة ابتدت تتعافى بنسبة كبيرة، والعمل على تقليل أو قطع دعم المواطنين المتعاطفين للجماعات الموجودة على الساحة، زي تحسين مستوى المعيشة بتاعهم، زي توفير فرص عمل، القضاء على العشوائيات، والقضاء على العشوائيات من اسهل ما يكون كناحيه اقتصاديه، انا واخد دراسات عليا في الاقتصاد. العشوائيات ممكن تسكنها في اماكن زي مشروع المليون وحده سكنيه او غيره، والعشوائيات تتهد وتتباع قطع اراضي، واعتقد هتوفر نواحي اقتصاديه ونواحي ماليه كبيره جدا. استغلال الاعلام استغلال كويس في توفير الخطاب الديني السليم اللي ممكن يوصل للناس البسطاء من خلال اختيار وانتقاء دعاء، وما شاء الله يعني دعاء موجودين كتير جدا في مصر، وزيادة رقعة مساحة او مساحة اذاعة البرامج داخل البرامج الدينية داخل وسائل الاعلام، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي برضو، يعني بقى ليها دور كبير جدا، لان اغلب الشباب دلوقتي بيرتاد على اماكن التواصل الاجتماعي. طبعا لازم يبقى في خطه كامله للمكافحه، من ضمنها ان الاوقاف والازهر هم قايمين بدورهم طبعا، بس بالنسبه للقيام بالدور والوصول لكل النجوع والاماكن، السيطره كويس على المساجد اللي موجوده في على تحت سيطرتها بصفه عامه، وطبعا نشر الدعاء الكويسين اللي فيهم، علشان ما فيش اي جماعه من جماعات تستغل هذه المساجد لنشر هذه الافكار، مع توحيد طبعا الخطاب الديني. من ضمن الحاجات المطلوبه من الشرطه توفير جلسات نصح المقبوض عليهم. يعني ايه؟ يعني مثلا جماعات بيحصل مظاهرات دي بيندمج فيها بعض الناس اللي هم قابضين فلوس، او شباب منفعل، او شباب لسه في بدايه التجنيد للجماعه او الجماعات اللي موجوده بصفه عامه. هذه جلسات النصح لابد من وزارة الداخلية ان هي تعمل لهم جلسات نصح، علشان ما تخسرش القاعدة الشعبية، لان كل ما يزيد عدد المقبوض عليهم، احنا طول عمرنا شعب عاطفي، اسرته بجانب اسرة عمه بجانب اسرة خاله، هيبقوا ضد الوزارة او ضد الحكومة بصفة عامة فيما يتعلق بالمقبوض عليه، وبالتالي الرقعة هتزيد، وبالتالي رقعة عدم الرضا هتزيد.
يبقى لازم نجيب اهل الاولاد دول ونفهمهم اولادكم عملوا كذا 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 كذا. هذه الاخطاء طالما لا ترتقي لجريمه منصوص عليها في القانون يتسلموا، او نظرا لعمل السابق ان كثير منهم على علاقات وثيقه بدول اجنبيه تضر بمصر. احنا كمصر مستهدفين استهداف كامل من الدول، من عديد من الدول، وما يحدث مش قصة مؤامرة زي ما الناس بتقول او عدم مؤامرة او لا، هي فعلا مؤامرة ضد مصر، لان مصر رمانة الميزان تعتبر في الشرق الاوسط او العالم الاسلامي بصفة عامة، وبيعتمد عليها او بتعتمد عليها جميع الدول العربية والاسلامية، بيعتمدوا على مصر في ان هم يشوفوا نفسهم. ومجرد ما قبل انهيار مصر في الفترة السابقة لقيت دعم كامل من كل الدول العربية والإسلامية لمجرد ان انت وقفت على رجلك والجيش قدر يسيطر على الموقف. دي يعني المفروض تعرفوا قيمة مصر. وسيادة اللواء ناجي طبعا اشار من ناحية دينية مصر من بداية نشأة الخليقة حتى مرورا بكافة الأنبياء ودورها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال على مصر كنانة الله في الأرض، من أرادها بسوء قسمه الله، والكنانة هي اللي بتحط فيها النبال يعني هادية، ومن اللي بيردها اللي بيرد عليه ربنا بيقول قسمه الله. دايما لما نيجي بالنسبة لنا في مكافحة الإرهاب المفروض منك يعني كمسؤولين عدم وضع جهات وجهات نظر الغرب في الاعتبار. احنا هنا بنكافح ارهاب داخل مصر، ملناش دعوة قضاء حكم بايه، طالما بيحكم وفقا للقانون الوضعي اللي محطوط مهما كانت الاحكام فيها قسوة او شدة فهي مقبولة لانها من قضاء مستقل بعيدا تماما عن الدولة. والدليل على كده ان في ناس بتستحق احكام رادعة ويجي القضاء يديها 3-4 سنين بنرضى بهذه الاحكام لان القضاء هو الذي حكم بهذا، وده مطلوب من القضاء. بس دي طبعا عدم تدخل في شؤون القضاء، ولكن القضاء الاعباء عليه كتير جدا، فنتيجة كده المحاكمات او بالطول. كل ما يكون الحكم رادع زي مثلا هندي مثلا بسيط كده، لو واحد ضرب واحد عشان اخطأ اب او عنف ابنه عشان اخطأ في وقتها، مش زي ما بيعنف ابنه بعدها باسبوع او فترة يعني.